وين بأي محطة؟ لبينا اليوم دعوة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى لقاء تربوي في بكركي، وكان اللقاء مناسبة لتبادل التهاني بعيد الميلاد وقرب حلول عيد رأس السنة الميلادية، وأطيب التمنيات لجميع اللبنانيين وبالطبع لجميع أفراد العائلة التربوية. وقد حضر الاجتماع بناء على هذه الدعوة ممثلون عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، عن المدارس الكاثوليكية، عن اللجنة الأسقفية للمدارس، نقيب المعلمين وبعض أعضاء مجلس النقابة، عدد من ممثلي لجان الأهل، مدير عام وزارة التربية، وكنا نحن أيضا في هذا الاجتماع. وقد جرى أيضا بحضور الدكتور سليم الصايغ عضو لجنة التربية النيابية، وإن شاء الله ما يكون سينا حدا. تم تبادل الرأي حول القانون الذي صدر مؤخرا في المجلس النيابي، والذي تضمن تعديلا لبعض أحكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية والقانون 515 المتصل بالموازنة المدرسية في المدارس الخاصة، لأنه كان في وجهات نظر متعددة، وكان هذا القانون سبباً لإعلان الإضراب الذي أعلنته اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية عشية بدء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. عرض كل ممثل عن أفراد العائلة التربوية وجهة النظر فيما يتصل بهذا القانون، الذي تبين بالنتيجة منه أن هناك في ثغرات وفي نقص في وضع الآليات وفي العديد من الأمور. لذلك وبعد المداولة والنقاش المعمق الهادئ الإيجابي من جميع الفرق، لأن هناك حرص من قبل الجميع على استئناف العام الدراسي في المدارس الخاصة بشكل طبيعي بما لا يفوت على أولادنا وتلامذتنا بعد هذه العطلة أي سبب من أسباب التعطيل والتوقف عن الدراسة، وهذا هاجس لجميع الحاضرين. وعليه فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة بناء على اقتراح وزير التربية وبرئاسته، وتضم هذه اللجنة مدير عام وزارة التربية وبصفته أيضا رئيس صندوق التعويضات، مدير عام هذا الصندوق، وأيضا ممثلون عن المؤسسات التربوية الخاصة، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، وأحد الأعضاء الممثلين لاتحاد المؤسسات الخاصة، نقيب المعلمين، وممثلون عن لجان الأهل المختلفة. وقد دعيت هذه اللجنة إلى الاجتماع صبيحة يوم غد الساعة 10:30 في مكتب وزير التربية في بيروت. المهلة المعطاة لهذه اللجنة لإنجاز مهمتها في اقتراح الآليات وسد الثغرات وما يستوجبه تنفيذ هذا القانون لاحقاً بما لا يعطل العملية التعليمية التي أبدى جميع الحاضرين الحرص على استمراريتها، تقريبا إلى فترة 8 كانون الثاني لكي تقدم مقترحاتها، وعندها يتقرر ما هي الخطوة التالية التي سيتفق عليها جميع أركان العائلة التربوية.
أيضا في إعداد اللجنة الدكتور سليم الصايغ، وسيتم التواصل مع حضرة رئيس لجنة التربية النيابية الأستاذ حسن مراد لمعرفة إذا كان هناك من رغبة في أن ينضم أيضا إلى هذه اللجنة نواب آخرون من في إعداد لجنة التربية النيابية. الشيء اللي بحب أكد عليه في خاتمة هذا الحديث، القول بأن جميع أركان العائلة التربوية حريصون بنفس النسبة والحماسة إلى استئناف العام الدراسي لكي يستمر التعليم والعملية التعليمية بشكلها الطبيعي كما يجري في التعليم الرسمي أيضا في التعليم الخاص. شكرا. عن القانون، هل سينشر القانون؟ هل سيوقع عليه رئيس الحكومة؟ هو القانون أقره المجلس النيابي، وفي جلسة مجلس الوزراء تقرر نشره، ولكن يبدو أن الرئيس دولة الرئيس تريث في هذا النشر لحتى يفسح المجال أمام توافق وأن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل طبيعي، أو إذا رأى ذلك مناسبا دولة الرئيس مع مجلس الوزراء في رد هذا القانون. نحن هلق ما عم نفوت في هذا النقاش الدستوري، ما شغلتنا، هذا أمر يتقرر في مجلس الوزراء وعلى صعيد رئيس مجلس الوزراء. نحن كأركان عائلة تربوية بهمنا الحرص على استمرارية المدرسة، عم نشوف إذا هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ. هناك ربما ثغرات، هذه الثغرات نعمل على تظهيرها لمعالجتها. خلينا بداية تشكر معالي وزير التربية وأكيد صاحب الغبطة والنيافة ورئيس اللجنة الأسقفية سيدنا حنا، جميع أعضاء اللجنة الأسقفية، نقابة المعلمين، اتحادات لجان الأهل، اتحادات المؤسسات التربوية. خليني أشكر الجميع على حضور هذا اللقاء الإيجابي. نحن نأمل خيرا من هذه اللجنة التي تشكلت والتي معالي الوزير أعطاها مهلة محددة لإنجاز مهمتها وعملها، ونحن نتكل ونراهن على جدية عمل هذه اللجنة للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأفرقاء وتبدد الهواجس. هيدا المهم، تبديد الهواجس. قضية المعلم المتقاعد هي قضية المؤسسة التربوية ككل، وليست قضية فئة دون الأخرى، ولكن علينا التوصل إلى حلول منطقية عادلة ترضي جميع الأفرقاء خلال هذه المهلة الزمنية المحددة. وشكرا. في حال ما توصلت لنتيجة مستمرين كمدارس كاثوليكية بالأضرار من السابق، أنا رح جاوب بعد أبونا، من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع. لا لا لا، هلأ معطلين اللبنانيين، تركون ينبسطوا بالعيد وإن شاء الله بنعيد عليكم. وشكرا. أنا بدي بلش أنه الجو كان جدا إيجابي، درسنا كل البعض عم يقول في ثغرات وفي عسرات، نحن رأينا أنه هذا قانون نافذ، بس نحن منفتحون باللجنة على درس كل الآليات وكل المشاريع القوانين اللي بتسهل العملية التربوية وبتسهل على المدارس اللي نقدر نوصل مثل ما قال أبونا هالخمس تلاف عائلة المتقاعدين يضلوا على قيد الحياة. هدف اللجنة بكرة تدرس شو هي الآليات وشو هي المشاريع القوانين اللي بتساعد المؤسسات لحتى هيدا القانون إذا تنفذ ما يشكل حجر عسرة قدام انطلاق المؤسسات التربوية.
أنا داش حرصي على أنه المتقاعدين يقبضوا رواتب ويضلوا على قيد الحياة، نفس الحرص عندي على المؤسسات التربوية واستمرارها وعلى الأهالي والطلاب أنه يكفوا العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة. شكرا وينعاد عليكم. خليني ارجع اكد انه هيدا القانون يتناقض مع قوانين اخرى سارية المفعول، منها القانون 515، منها قانون تنظيم عمل صندوق التعويضات. حتى يصبح هذا القانون نافذا يجب اجراء تعديلات قانونية اخرى في قوانين اخرى، عقله في 3 قوانين بدون تعديل. الامر الآخر، هناك نتائج لهذا القانون يجب استدراكها. هذه النتائج بتلحق أولا الأهل، وبدنا نستدرك هذا الأمر، بتلحق المعلم ذاته ويجب استدراك هذا الأمر، وأيضا بتلحق المؤسسات التربوية. فإذا كل هذه هواجس تشكل بالنسبة لنا مواضيع جدية يجب درسها باللجنة اللي تشكلت برئاسة معالي الوزير تنوصل إلى حلول ضمن هذه المهلة اللي هي 8 كانون الثاني. بدنا جواب شافي وكافي. نعم، بكرة في أول اجتماع للجنة بوزارة التربية على الساعة 10:30 برئاسة معالي وزير التربية بحضور جميع الأفرقاء. إن شاء الله إنه بيصير في تقدم بهذا الموضوع. نراهن على الإيجابية للوصول إلى حل. شو هي التواصل المشترك للحل؟ التواصل المشترك للحل. المعلم المتقاعد هو القاسم المشترك بين كل الأفرقاء. حرصنا على المعلم المتقاعد، ولكن بدنا ننتبه لشغلة، ما فينا نكون عم نبني بميلي ونترك آثار سلبية أخرى كبيرة جدا لا تعوض بميلي أخرى. مشان هيك عم نقول يجب الذهاب إلى تفكير وإلى تفكر معمق بحيث نستدرك كل